لمتابعة تطورات المشهد في فلسطين في ظل التصعيد الممنهج للاحتلال في غزة والضفة بالتزامن مع تسريبات عن مباحثات باريس الثانية وخطة نتنياهو اليوم التالي للحرب في غزة، ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ بشار شلبي. أستاذ بشار شلبي، مرحبا بك، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني. بحسب القناة الثانية عشرة العبرية هناك سباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق يعني قبل شهر رمضان المبارك. ما جرى في من مباحثات باريس، إلى أي مدى تتوقع خروج هذه المباحثات باتفاق ربما محتمل؟ تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء، وتحياتي إلى أهلنا الصامدين في قطاع غزة الذين يعيدون رسم المشهد الإنساني بملامحه الحقيقية التي تكشف عن الظلم والعدوان وتكشف عن هذا المستوى الوحشي الهزية التي يمارسها الإنسانية الجيش الصهيوني المقهور وحكومته المأزومة والمهزومة. ما يمكن أن يقال تعليقا على ذلك هو أن هناك ما زالت تعطى الفرصة لهذا الكيان المجرم ليتم تصفية مزيد من الدم ولتمزيق مزيد من الأشلاء. هذه ما يمكن أن يسمى بورقة باريس الثانية، وبعد مرور 5 أشهر تقريبا من هذه المجزرة يعني أن يسمح للاحتلال بممارسة مزيد من القتل ومزيد من الإجرام وبممارسة مزيد من المجازر دون أن يحقق شيء من أهدافه المعلنة على الإطلاق. هو فقط يتحرك ضمن غريزة الانتقام الوحشية ويتحرك ضمن المظلة الأمريكية. أمريكا هي القادرة على أن تلجم هذا الاحتلال وتوقفه، لكنه تعطيه مزيد من الضوء الأخضر وتحاول أن تلعب على وتر الاتفاقيات والورقات، ورقة أولى ثم ورقة ثانية ثم مدة زمنية ثم تتحدث عن قبل رمضان أو بعد رمضان دون الوصول الحقيقي الذي لا يتطلب الشيء الكثير لتطبيق قوانين حقوق الإنسان، لتطبيق الأعراف الدولية، للجم هذه العنصرية وهذه الغطرسة الوحشية التي يمارسها الكيان الصهيوني. في ظل ما نسمعه من نتنياهو وما يمارسه على الأرض لا نتوقع ينتج عن الجولة الثانية في باريس، لن ينتج عنها هو نفس استعادة الأسطوانة السابقة مطالب دون الاستعداد لتنفيذها وإصرار الحكومة الصهيونية على المعركة وربما تنفيذها أيضا. هل يمكن أن يكون هناك تغيير في موقف حكومة نتنياهو، وخاصة أن الأخبار تتحدث، حتى الأخبار في وسائل الإعلام الصهيونية تتحدث عن التفاؤل في وصول ربما إلى اتفاقات بعد هذه المباحثات، وخاصة فيما يتعلق بورقة تبادل الأسرى؟ المشكلة أن العالم ينساق وراء الرواية الصهيونية التي تتناول الموضوع من زاوية استعادة أسرى فقط، لكنها تهمل الجانب الإنساني المتعلق بالكارثة التي تصيب 2.25 مليون من الشعب الفلسطيني، والكارثة الأشد التي تصيب 700,000 إنسان في شمال قطاع غزة محرومين من كل شيء من متطلبات الحياة الأساسية. العالم يمارس النفاق، ما زال لم يتعلم مما حدث طيلة 5 أشهر من الإجرام والعنصرية والعنصرية والنازية الشرسة، لم يتعلم من وقوف العديد من أحرار العالم، مئات الآلاف في شوارع العواصم العالمية التي يستجيب لها بايدن بشكل منافس ليتحدث عن وقف إطلاق النار. التفاؤل لابد أن يكون ملائماً أو مسبوقاً بإجراءات عملية ضاغطة على الكيان الصهيوني، ضاغطة على نتنياهو من خلال الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير عملية المفاوضات أو الورقة التفاوضية في باريس. إلى الآن يوجد تفاؤل في الخطاب، لكن على أرض الواقع في الجوانب العملية ما زال خطاب الانتقام وما زال خطاب المجازر والإصرار على تنفيذ الأهداف المزعومة للكيان الصهيوني ما زالت هي لم تتغير. ما زال الشعب الفلسطيني فاقد للحد الأدنى من شاحنات الغذاء والإغاثة الإنسانية اللازمة للحصول. 80 شاحنة مطلوبة في اليوم الواحد في شمال قطاع غزة، يصل أحياناً 3 أو 4 شاحنات فقط، أحياناً لا يصل ولا شاحنة. كيف يمكن أن نفهم هذا السلوك في سياق التفاؤل الذي تشير إليه بعض الأطراف؟ الحقيقة أن الجميع يريد الوصول إلى تهدئة
تحفظ كرامة الإنسان وتحفظ حياته وتحقق انتهاء العدوان هذا بكل أشكاله والوصول إلى خطة تبادل أسرى، وليس الانطلاق فقط من استعادة أسرى العدو الصهيوني دون الحديث عن الجوانب الأخرى المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني والمتعلقة بالحقوق الإنسانية. طيب أستاذ بشار، الجبهة الداخلية في قطاع غزة بيّنت في بيان لها دعت إلى الحذر مما يتناوله الإعلام الصهيوني حول مخرجات مباحثات باريس. ما الذي تخشاه المقاومة وتتناقله أو يتناقله إعلام الاحتلال؟ المقاومة تحذر بمعنى أنها تلفت انتباه المجتمع الصهيوني، وهذا دور ما رصدته المقاومة بكفاءة واقتدار عاليين، بأنها تعمق الأزمة الصهيونية من خلال الكشف عن أكاذيب هذه الحكومة، فهي تشير إلى أن المزاعم التي يتحدث بها نتنياهو وفريقه هي رسائل كاذبة إلى الداخل الصهيوني لتجنب الأزمة ولتجنب مزيد من الضغوط من أهالي الأسرى على نتنياهو، ولا تعكس بالضرورة شكل من أشكال الحقيقة في الوصول إلى التهدئة. والدليل على ذلك أن نتنياهو اتصل مرتين بالوفد الذي أرسله وحاول الحد من صلاحياته، رغم أنه أعلن في الإعلام أنه زاد من تلك الصلاحيات، يعني هو يمارس شيء ويعلن عن شيء آخر. المقاومة تريد أن يعني لا تسمح بسقوط الإعلام العالمي، وأيضا بنفس الوقت تكشف للمجتمع الصهيوني مدى كذب هذه الحكومة وعلى رأس نتنياهو، وتؤكد على أن نتنياهو يتعامل ضمن مصلحته الشخصية ومصلحة حكومته الأشد تطرفا في الكيان الصهيوني، وليس ضمن أي سياقات إنسانية تسمح بتبادل الأسرى من جهة، وأيضا تستجيب للضغوط الدولية المتعلقة بوقف النار. موقع إكسيوس الأمريكي كشف تفاصيل مباحثات باريس حول الحرب على غزة، وتخص طبعا مقترح من حماس إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى. يعني من وجهة نظرك، ألا يعد ذلك تحركا يعني ألا يعد ذلك تحركا أكثر مرونة من قبل المقاومة؟ المقاومة أدت المرونة في أكثر من لحظة فارقة في هذه الحرب العدوانية. أدت المرونة في نهاية شهر 11 الماضي عندما وافقت على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، كانت 5 أيام ثم مدتها إلى يومين، والتزمت بأقصى درجات الالتزام تجاه المجتمع الدولي وتجاه القضية الإنسانية وبصورة فائقة الدقة وفائقة الاحترافية. وهي أيضا المقاومة ردت على الورقة الاستفزازية التي قدمت من باريس على شكل يعني إساءة للشعب الفلسطيني ولمقاومته، عندما تحدثت الورقة فقط عن موضوع الأسرى دون أن تتحدث عن الأسرى الصهاينة دون أن تتحدث عن الجوانب الأخرى، لكنها أيضا تعاملت بمرونة، ثم قدمت مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالظروف الموضوعية اللازمة لتحقيق تبادل الأسرى ضمن شروط العالم يطالب فيها، أساسها وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان. ثم أنها تحدثت عن بعض التفاصيل، لكنها اشترطت أن يكون هناك في نهاية المرحلة انتهاء العدوان ووقف إطلاق النار وخروج الجيش الصهيوني من كامل قطاع غزة. هذه الصورة يحاول الكيان الصهيوني أن يظهرها أنها لا تعتبر مرونة، إلا أنه لم يستطع الطرف الأمريكي إلا أن يعترف بأن هذا الجانب الذي تقدمت فيه حركة حماس يشكل إيجابيات يمكن البناء عليها، ومع ذلك فلم يحصل تقدم حتى هذه اللحظة رغم هذه المرونة التي اعترف بها على الأقل الطرف الأمريكي. طيب أستاذ بشار، فحماس مستعدة لأنها ترى أن هناك مصلحة حقيقية للشعب الفلسطيني فيما يتعلق ب تهدئة حقيقية، ولكنها لا تريد ولا يمكن أن تنجر إلى مستنقع الخداع الصهيوني في أن يتم التوقف لمدة زمنية حتى لو كانت 6 أسابيع، ثم يعود الكيان الصهيوني إلى جرائمه وإلى مجازره وإلى ممارسة كل أشكال الوحشية على الشعب الفلسطيني، ثم تعود الأمور كما كانت مرة. طيب أستاذ بشار، يعني وثيقة نتنياهو التي سماها بمبادئ اليوم التالي للحرب في غزة والتي ترسم خطة لمستقبل الحرب أو لمستقبل غزة، كيف تنظر إلى هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة هي إعلان صريح من نتنياهو أنه لا يريد أن ينهي الحرب على قطاع غزة ولا يريد أن يوقف هذا العدوان، لأن مضمون الوثيقة يعني سحق جزء من الشعب الفلسطيني ويعني تهجير جزء كبير من أهالي قطاع غزة، ويعني أن يتم شكل من أشكال إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة وتقسيم قطاع غزة،
الوثيقة تؤكد على أن المسار الذي يسير به نتنياهو هو مسار العدوان المستمر، متمتعا بالغطاء الأمريكي رغم أنه يتمرد على القرار الأمريكي، لكنه يراهن على أن الإدارة الأمريكية لن تفرط في أمن بين قوسين، أمن الدولة الصهيونية، ولا يمكن أن تتخلى عنها حتى لو كان نتنياهو يتمرد على بايدن ويتمرد على الحكومة الأمريكية. الوثيقة هي إدانة رسمية يجب أن تقدم أيضا إلى محكمة العدل الدولية وتقدم إلى الأطراف الدولية المختلفة في لقاءات باريس لتؤكد أن نتنياهو في حقيقة مواقفه لا يتجه على الإطلاق إلى أي شكل من أشكال الرضوخ إلى مطالب العالم كل العالم في وقت إطلاق النار وإنهاء هذه المجازر المستمرة منذ 5 شهور. نعم، من إسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، شكرا جزيلا لك.